أهلا وسهلا فيكم من جديد بدرس جديد لننهي فيه مجموعة الأسئلة اللي بدأناها بالريسبونسابيليتات سيفيلة بينالة أمينيستراتيفا، المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية. هلأ وصلنا لأسئلة السيكوراتسيوني الريتشي آ، اللي هي وثيقة التأمين الريتشي آ اللي بتغطي المسؤولية المدنية. هلا في اشخاص كتير سألوني عن الموقع اللي انا عم بستعمله لحتى جيب منه هاي الاسئلة اللي عم صورها، رح هون احط لكم تحت الفيديو اللينك تبع الموقع ورح ورجيكم اياه مباشرة. هلا بكتب بجوجل ويب باتينتي، انتر، بختار أول وحدة كويتس باتنتي ويب باتنتي 4.4. بعد ما أدخل على الموقع بنزل لتحت، وهون عنا إذا أنا عم بستعمل تابلت أو عم بستعمل الجوال أو عم بستعمل الكمبيوتر العادي. وأنا عم بستعمل الكمبيوتر، هون فعل هاي، هيك بدخل على الموقع تظهر لي هذا المربع المستطيل سيمولاتسيوني دي ازامه. هذا هو الفحص العام ازيرتشيتسيو بير ارجومنتو، وهو هذا اللي بستعمله انا اللي بيخليني شوف كل درس لحال وكل فقرة بالدرس لحالها. طبعا هون سولوزيوني دي كويز، حلول الأسئلة، ريزولتاتي دي بروفي، يعني أنا شو النتائج بالبروفات اللي أنا عملتها، مانوالي دي تيوريا، هون فيني أدرس القسم النظري من الباتنتي. انا بدخل على ازيرتشيتسيو بير ارجومنتو. طبعا هون من هاي القائمة المنسدلة فيني شوف كل الدروس. مثلا انا عندي سينيالي دي بيريكولو، كل اشارة بيعطيني كل الاسئلة المتاحة عليها كاملة، بتدرب عليهم، حط فيرو فالسو فيرو فالسو، بعدين بقول له هون كوريجي، بس له كوريجي بيعطيني اذا انا عندي اي اخطاء. طبعا تنتقل للي بعده، تنتقل للي بعده. فاذا كل حالة وكل اشارة في عليها اسئلة، مثلا هون الدوسو، هي اسئلة الدوسو، هون كمان تكملة لأسئلة الدوسو، نوصل للكونيتا الأسئلة تبعها، تكملة كورفا، وبضلني ماشي هيك واحدة واحدة كل واحد الأسئلة اللي بتيجي عليه. فإذا هون عندي كل الأسئلة المتاحة، يعني ما عاد يهرب منك ولا سؤال. فيني غير الأرجومنتو، حط مثلا ديفيتو اوبليجو وانت ماشي. طبعا كل ما بدك تنتقل لإشارة أخرى بتشوف الأسئلة تبعها بتحرك من هون. ترجع من الآخر لورا. فإذا هذا برنامج بسيط وبيخلينا نشوف الأسئلة المتاحة كلها على إشارة واحدة، يعني كل الأسئلة اللي ممكن تجيني على هاي الإشارة مثلا. فإذا طريقته شاملة أكثر مشان نعرف كل الأسئلة اللي ممكن تجينا. طبعا بنغير هون الأرجومنتو واحد واحد لحد ما نخلص الكتاب. إذا أنت خلصت الكتاب تخرج منه تعمل سيمولاتسيون إزامي، هون بيفتح لك فحص عام 40 سؤال ومعك 30 دقيقة وبتجرب حظك. وإذا هلا نرجع
لأسئلتنا عن التأمين. هلأ في عنا assicurazione obbligatoria RCA، ثلاث أسئلة أساسية. إذا البوليصة التأمين الإجبارية RCA، طبعا نحن قلنا أنه الأسيكوراتيون تقف مكان، تقوم بمقام الريسبونسابيليتا تشيفيلة، يعني هاي بتعوض i danni causati alle persone, alle cose, agli animali. تمام، تعوض الضرر على الأشخاص، الأشياء، الحيوانات. L'assicurazione obbligatoria RCA copre, بتغطي i danni subiti, الأضرار التي حدثت da persone, cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico. فإذا هاي الأسيكوراتيوني بتغطي الأضرار التي حدثت على أشخاص أو أشياء موجودة في المناطق العامة، أو طبعا هون بيقول لك أريا بوبليكا، مناطق عامة، أو أبيرتي البوبليكو، أو مفتوحة للعموم. طبعا فيرو. الأسيكوراتيوني أوبليغاتوريا RCA أوبليغا كوبري i danni subiti da terzi trasportati se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone. L'assicurazione obbligatoria RCA, wasiqat al-ta'min al-ijbari RCA, tughatti al-adrar, copre i danni subiti, allati hasalat, dai terzi. Hadol ilna annon al-ashkhas, يعني مو للسائق المركبة الأولى ولا سائق المركبة الثانية، هدول الركاب اللي كانوا في المركبة، يعني المسافرين الركاب الآخرين. ترسبورتاتي se il veicolo، إذا كانت العربة، è autorizzato al trasporto di persone، في حال كان مسموح لهذه العربة أن تقل أو تحمل أشخاص. vero. L'assicurazione obbligatoria, wasiqat al-ta'min al-ijbari, copre i danni subiti solo da terzi trasportati su taxi. يعني بتغطي الأضرار التي حدثت على فقط solo. طبعا نعرف نحن انه في solo لازم نفكر انه ممكن يكون في غلط. solo da terzi، فقط على المسافرين، يعني terzi اللي هن المسافرين او الركاب. trasportati sui taxi، المنقولون بالتاكسي، ركاب التاكسي يعني. فإذا فالسو، correggi. تمام، hai fatto zero errori، بيطلع لكم. assicurazione obbligatoria RCA 2. l'assicurazione per la responsabilità civile auto، وثيقة التأمين per la responsabilità civile للمسؤولية المدنية auto RCA copre ogni danno causato، يعني بتغطي أي ضرر حادث، anche se superiore al massimale stabilito، حتى ولو كان أكثر من المسيمالي اللي هو الحد الأقصى اللي ممكن تدفعه الشركة التأمين. فإذا بغطي أنك سي سوبريوري، حتى لو كان أكثر من الماسيمالي، من الحد الأقصى. هاد فالسو. لاسيكوراتيوني، لأنه هون نحن بالسؤال الماضي بتغطي حد لحد الماسيمالي، أكثر من هيك لا. لاسيكوراتيوني per la responsabilità civile auto، وثيقة التأمين للمسؤولية المدنية RCA copre solo la responsabilità del conducente، فإذا بتغطي فقط مسؤوليات سائق السيارة، ما non quella del proprietario، ولكن ليس لصاحب السيارة، del veicolo، صاحب السيارة. فإذا بتغطي فقط السائق ولا تغطي صاحب السيارة، فالسو.
بتعطي صاحب السيارة وسائق السيارة. L'assicurazione per la responsabilità civile auto, وثيقة التأمين للمسؤولية المدنية, copre anche la responsabilità penale, بتغطي أيضا المسؤولية الجنائية, in base al primo pagato, على حساب المبلغ اللي أنت دفعته لشركة التأمين. Falso. بوليصة التأمين ما بتغطي المسؤولية الجنائية, بتغطي فقط المسؤولية المدنية. Responsabilità penale لا. L'assicurazione per la responsabilità civile auto è valida, يعني فعالة, anche per gli incidenti avvenuti, حتى بالنسبة للحوادث التي حصلت, حوادث السير التي حصلت, nei paesi dell'Unione Europea, في دول الاتحاد الأوروبي. vero, نحن هذا الشيء قلنا. L'assicurazione per la responsabilità civile auto, زين هي وثيقة التأمين, copre anche le sanzioni amministrative, يعني بتغطي أيضا المخالفات الإدارية اللي هي مولتة أو المخالفة, pecuniarie يعني مالية, فإذا المخالفات الإدارية المالية, previsti dal codice della strada, يعني منصوص عليها في قانون السير. هذا الشيء فالسو, لأنه l'assicurazione ما بتغطي المولتة أو sanzioni amministrative أو la responsabilità amministrative. L'assicurazione per la responsabilità civile auto, RCA, copre solo i danni arrecati alle persone, perché per i danni alle cose occorre un altro tipo di contratto. Per esempio, il danno è l'assicurazione, la sicurezza del ta'min, tu غطي فقط solo, يعني لازم نشك فيها, copre solo i danni, فقط الأضرار الركات على البرسوني اللي حدثت على الأشخاص, لأنه بالنسبة perché per i danni alle cose, بالنسبة للأضرار على الأشياء, occorre un altro tipo di contratto, يعني هناك نوع آخر من العقود, يعني هذا العقد لا يغطي الحوادث على الأشياء أو الأضرار على الأشياء. فإذا فالسو, هاي الاسيكوراسيوني بتغطي الأضرار الناجمة أو الحادثة على أشخاص وأشياء وحيوانات. أوكي, ننتقل للمجموعة اللي بعدها. L'assicurazione per la responsabilità civile auto, وثيقة التأمين للمسؤولية المدنية, è obbligatoria per legge, إجبارية بالنسبة للقانون. هذا الشيء vero. هلا عنا l'assicurazione per la responsabilità civile auto, وثيقة التأمين للمسؤولية المدنية, obbligatoria per legge, إجبارية بالنسبة للقانون. هذا السؤال في خدعة, طبعا هي إجبارية بالنسبة للقانون. comprende, تغطي, il risarcimento, التعويض, dei danni, للأضرار, provocati, الحاصلة, dal veicolo, بسبب السيارة تبعنا, purché guidato dal proprietario. هون الخدعة, هون بتكون معنى الخدعة, purché guidato dal proprietario, طالما قيادت أو يعني تم قيادتها من صاحب السيارة. نحن هون نعرف أنه صاحب السيارة أو سائق السيارة بتغطي شركة التأمين. فإذا طالما تساق من صاحب السيارة البروبريتاريو, هذا الشيء صار عنا فالسو. لو كاتبين دال بروبريتاريو اي دال كوندوشنتي كان صار عنا فيرو, بس لأنه كاتبين لأن مساقة فقط من صاحب السيارة, فإذا هون الموضوع صار فيه غلط. إذا تمام هيك. هلا عنا
هاي المجموعة من الأسئلة عن divieto di circolazione per veicoli privi di copertura. إذا منع المسير للعربات veicoli privi من دون copertura assicurativa, تغطية تأمينية أو con assicurazione scaduta أو بتأمين منتهي الصلاحية scaduta. تعالوا نشوف الأسئلة. إحنا بنعرف إنه السيارة إذا كانت منتهية صلاحية بوليصة التأمين ممنوع تمشي، ممنوع حتى تقف بأي شارع عمومي حتى ولو انسوستا، يعني باركيجاتا مصفوفة. Quando l'assicurazione per responsabilità civile auto è scaduta, عندما تكون وثيقة التأمين يعني منتهية الصلاحية دي فاليديتا، إذا منتهية صلاحيتها ال veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico، يعني يجب أن يقع هذه العربة يجب أن تقع تحت شو هذا الكولاودو تكنيكو، هو الفحص الفني للعربة. الفحص الفني هو اللي بيكون مثلا في بعض العربات بتكون الفحص الفني لازم تساويه كل سنتين، كل سنة، كل 5 سنوات حسب حداثة السيارة. فهون ما إلى علاقة نهائيا بشركة التأمين، فإذا كانت منتهية صلاحيتها أنا ما لازم أعمل لها شيء اسمه فحص فني أو كولاودو تكنيكو. عم يقول لك deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione قبل أن ترجع إلى المسير. هذا الشيء فالسو، لأنه الأسيكولازيوني ما لها علاقة بشيء اسمه كولاودو تكنيكو أو اسمها ريفيزيوني. ريفيزيوني هي نفسها كولاودو تكنيكو. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta, لما بتكون منتهية الصلاحية وثيقة التأمين للسيارة di validità, si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano. من الممكن استعمال العربة فقط في الأراضي الإيطالية. طبعا هذا كمان فالسو. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, come منتهية الصلاحية, si incorre in una sanzione, إذا سيحدث هناك مخالفة أو غرامة, se si circola o si lascia in sosta, في حال سار بها أو تركها في sosta مصفوفة باركيجاتا il veicolo sulle strade pubbliche, في الشوارع العامة. فإذا si incorre in una sanzione se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche. Hada vero. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, si può continuare a usare il veicolo solo per brevi traghetti. فإذا في حال كانت quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, في حال كانت منتهية الصلاحية, si può continuare a usare il veicolo, من الممكن أن نستعمل العربة solo per brevi traghetti, فقط لمقاطع قصيرة أو لمشاوير قصيرة. brevi traghetti يعني مشوار قصير. هذا الشيء فالسو. è vietato utilizzare, من الممنوع استعمال il veicolo العربة privo o privo di copertura, من دون تغطية assicurativa تأمينية
sulle strade pubbliche, alla Shawarea al-Amma. Esen è vietato, vero? Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, لما بتكون منتهية الصلاحية وثيقة التأمين, è possibile, من الممكن, lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche. من الممكن lasciare, أن نترك الveicolo, العربة, مصفوفة, واقفة, في الشوارع العامة. Falso. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, si può incorrere nella confisca del veicolo. Ezan mumkin yahsal. Shu li mumkin yahsalna? Confisca del veicolo, li hiya musadarat al-araba. Yani tiji al-baladiyya aw shurtat al-baladiyya aw shurtat al-murur u تأخذ هاي العربة من الطريق في حال كانت واقفة فيه. طبعا هون زيرو. السؤال الأخير: Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, è possibile continuare ad usare il veicolo solo se si è disposti a pagare personalmente gli avvenuti danni arrecati. عم يقول لك عندما تكون منتهية الصلاحية وثيقة التأمين è possibile, من الممكن continuare, نكمل يعني ad usare, نستعمل il veicolo se si è disposti, في حال كنا جاهزين a pagare, أن ندفع personalmente بشكل شخصي gli avvenuti danni arrecati, يعني الأضرار التي من الممكن أن تحدث. طبعا هذا الشيء فالسو أكيد 100%. نتأكد. كوريجي. أوكي تمام. نروح للمجموعة اللي بعدها. عنا هون مجموعة الماسيمالي. الماسيمالي حكينا عنهم إنه هنين المبلغ الأقصى التي ممكن أن تدفعه شركة التأمين على الحوادث, ما ممكن تتجاوزه. فنفترض 25 أو 30 أو 35 ألف, حسب المبلغ تبع الماسيمالي. طبعا هذا الشيء الماسيمالي ما حدا بيحدده, بيحدده القانون. إذا ماسيمالي della polizza di assicurazione RCA, i massimali, هذا هو الحد الأقصى della polizza di assicurazione, le polizze di ta'mim, responsabilità civile auto, sono le somme, hum al-mablagh, di denaro, min al-mal, che l'impresa assicuratrice, li sharikat ta'mim, riscuote ogni anno dal proprio cliente. Izan, hiya mablagh min al-mal, sharikat ta'mim tajma'uhu كل سنة من proprio cliente, من زبونها الخاص. هذا الشيء فالس. ماسيمالي هن مو مبالغ تجمعها شركة التأمين, هو المبلغ الأقصى الذي تدفعه شركة التأمين بالنسبة للحوادث. I massimali della polizza di assicurazione, إذا المبلغ الأقصى لبوليصة التأمين responsabilità civile auto, possono essere aumentati, من الممكن أن نزيدهم, a scelte del cliente, على حسب خيارات الزبون, pagando una maggiore somma di denaro primo assicurativo, يعني بدفع مبلغ أعلى من المال البريمو assicurativo, اللي هو المبلغ السنوي اللي ندفعه لشركة التأمين. هذا الشيء vero, ممكن نرفعه في حال مثلا أنا بدفع 1000 يورو سنويا, ممكن أنا أزيد الماسيمالي وأدفع زيادة بدل 1000 مثلا 1100 أو 1200 مثلا. I massimali della polizza di assicurazione, إذا الحد الأقصى لبوليصة التأمين responsabilità civile auto,
aumentano ogni anno, bizidu kull sana. هذا الشيء falso, ما بيزيدوا كل سنة لأنه هذا stabilito. I massimali della polizza di assicurazione, حد الأقصى لبوليصة التأمين, responsabilità civile auto, sono gli importi massimali che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare in caso di incidente. فإذن هو المبلغ المالي الأقصى massimi che l'impresa assicuratrice, اللي هي شركة التأمين, si impegna بتتبنى أو قادرة على دفعه أو بتتبنى إن تدفعه a pagare in caso di incidenti, في حال حصل حوادث, vero. La cifra minima dei massimali, الحد الأقل dei massimali, اللي هي الحد الأقصى للبوليتزا دي assicurazione, RCA, responsabilità civile auto, viene stabilita dalla legge, vero. إذن أقل شيء بالنسبة للماسيمالي, يعني مثلا فلنفترض أنه أنا إذا رحت وطلبت وثيقة تأمين لسيارتي, فالبازة الأساسي اللي هو أقل شيء بالماسيمالي, بالحد الأقصى اللي ممكن تدفعه, هذا الشيء بتحدده لا لجي, viene stabilito dalla legge, بتحدده القانون. فإذا هذا vero. I massimali della polizza di assicurazione, RCA, responsabilità civile auto, vengono restituiti al cliente alla fine dell'anno. فإذن الحد الأقصى لبوليصة التأمين يتم استرجاعه أو يعاد إلى الزبون الكليينتي alla fine dell'anno, في نهاية العام. Se non si causano incidenti, في حال لم يحدث أي حادث. هذا الشيء فالصو. الماسيمالي هذا مبلغ كبير مستحيل تعطيه للزبون في نهاية العام, لأنه هذا بتدفعه في حال حصل أي حادث. فإذا فالصو. تأكد. تمام. للمجموعة اللي بعدها. Contratto di assicurazione RCA con formula bonus malus. فورمولا بونوس مالوس, هاي اللي نحن اتفقنا فيها انه كل فترة كل سنة في حال ما عملت حوادث, المبلغ اللي بتدفعه انت لشركة التأمين ببلش ينزل سنة بعد سنة. Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto, في وثيقة التأمين للمسؤولية المدنية, il contratto con la formula bonus malus, إذن العقد مع شكل bonus malus, comporta una variazione annuale del primo di assicurazione in base al numero di incidenti causati. فإذن بيحدث فيه تغيرات سنوية في المبلغ المدفوع لشركة التأمين على قاعدة إن بازي على حسب النومرو العدد دي انشيدنتي الحوادث الكوزاتي اللي هن اللي حاصلين معي. هذا الشيء فيرو, بيتغير في حال انا ما عملت حوادث بدفع اقل. لا فورمولا اسيكوراتيفا بونوس مالوس, اذا شكل التأمين بونوس مالوس نون سي ابليكا بير موتوتشيكلي, يعني لا يتم تطبيقه على الدراجات النارية. فالسو, يتم تطبيقه بأي وثيقة تأمين. Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto, في وثيقة التأمين civile auto للمسؤولية المدنية, il contratto con la formula bonus malus, إذا العقد بشكل bonus malus, viene automaticamente annullato, يعني يتم إلغاؤه بشكل أوتوماتيكي, se si provocano più di due incidenti, في حال حصل أكثر من due incidenti, حادثين. هذا الشيء falso. Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto,
il contratto con la formula bonus malus, اذا في وثيقة التأمين وبشكل بونس مالوس يعني استابليتو دل جوديتشي يعني بيحددو القاضي وهذا الشيء كمان فالسو ما بيحددو القاضي فإذا كوريجي تمام نروح للمجموعة اللي بعده دوكومنتي كي لمبريزا أسيكوراتريتشي ديفي ريلاشاري الأسيكوراتو أوكي obbligatorio tenere a bordo. الوثائق التي شركة التأمين يجب أن تتركها أو تعطيها all'assicurato لطالب التأمين اللي هو أنت أو che è obbligatorio tenere a bordo أو الوثائق التي من الإجباري أو من المجبر أن تكون معك على داخل المركبة داخل العربة داخل السيارة. Dopo la firma del contratto بعد توقيع العقد طبعا هو عقد التأمين تأمين السيارة del contratto di assicurazione RCA responsabilità civile auto هلا l'impresa assicuratrice شركة التأمين deve rilasciare يجب أن تعطي تترك للكليينت un elenco delle auto carrozzerie يعني lista او قائمة delle auto carrozzerie اللي هن الشركات التي تقطر العربات العاطلة في الشارع اسمها auto carrozzerie احنا ممكن نقول سطحة ممكن نقول عربة قطر عربات او سيارة قطر سيارات العاطلة convenzionate يعني convenzionate يعني اللي لها عقود مع شركة التأمين متعاملة مع شركة التأمين هدول الأوتو كاروتسيرية دا contattare للاتصال بهم in caso di incidente في حال حصل حادث هذا الشيء مو إجباري إذا مو deve rilasciare هذا الشيء مو إجباري فإذا falso حنعرف انه الشيء الاجباري لازم تترك وثيقة التأمين وبوليصة التأمين هدول هن الاشياء الرئيسية اللي لازم تعطينا اياهم شركة التأمين dopo la firma del contratto di assicurazione RCA responsabilità civile auto بعد توقيع عقد التأمين l'impresa assicuratrice شركة التأمين deve rilasciare يجب ان تعطي al cliente للزبون un libretto كتيب sulle nozioni di pronto soccorso nozioni اللي هن المفاهيم di pronto soccorso للإسعافات الأولية هذا الشيء كمان falso dopo la firma del contratto di assicurazione بعد توقيع عقد التأمين responsabilità civile auto l'impresa assicuratrice شركة التأمين deve يجب rilasciare al cliente أن تعطي الزبون il certificato di assicurazione وثيقة التأمين هذا الشيء vero تمام dopo la firma del contratto di assicurazione بعد توقيع عقد التأمين responsabilità civile auto l'impresa assicuratrice شركة التأمين deve يجب rilasciare al cliente أن تعطي الزبون un manuale su come evitare incidenti فإذا هذا الكتيب كمان اللي بيجي بسموه مانواله مثل الليبريتو su come evitare incidenti عن كيفية تجنب الحوادث هذا الشيء falso هلا il certificato di assicurazione إذا وثيقة التأمين obbligatoria الإجبارية deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo يجب أن تكون دائما tenuto a bordo موجودة على داخل السيارة بسموها a bordo مثل على سطح السيارة أو هي a bordo معناها داخل السيارة فإذا دائما لازم تكون معنا وثيقة إذا التأمين غيره تمام
Fondo di garanzia per le vittime della strada. Zanada Sunduk Daman per le vittime della strada, li dhahaya at-turuqat. E noi abbiamo questo fondo di garanzia. يعمل في حال كان شغلتين، إذا كان سائق الذي عمل الحادث أو فعل الحادث أو متسبب في الحادث لم تعرف هويته، أو في حال كانت السيارة التي فعلت الحادث ليس لديها تأمين. خلينا نشوف الأسئلة. الفوندو دي جارانسيا per le vittime della strada, إذا صندوق الضمان هذا è una convenzione facoltativa. هي اتفاق اختياري. هذا الشيء فالصو. مو انه نحن اختياري نستعمله او لا. الفوندو دي جارانسيا per le vittime della strada, إذا صندوق الضمان هذا risarcisce, يعوض i danni arrecati dai conducenti minorenni. يعوض الأضرار الناجمة عن سائقين قصر. كمان فالصو. نحن قلنا إما سائق غير معروف أو سيارة من دون وثيقة تأمين. الفوندو دي جارانسيا per le vittime della strada, صندوق الضمان, è un premio, يعني per chi non ha provocato incidenti, يعني مثل إنه هدية مثلا أو جائزة لمن لا يقوم بحوادث، لا تحصل معه أو لا يفعل حوادث على الطرقات. فالصو. الفوندو دي جارانسيا per le vittime della strada, صندوق الضمان, prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non coperti di assicurazione. إذا يعوض الأضرار الحاصلة على الأشخاص بسبب سيارات ليست مغطاة ببوليصة تأمين. فإذا هذا الشيء غيره. الفوندو دي جارانسيا per le vittime della strada, صندوق الضمان لضحايا الشوارع أو الطرقات, garantisce, يضمن, un vitalizio al conducente infortunato. إذا يضمن تقسيط, يضمن التقسيط على السائق المصاب انفورتوناتو. طبعا هذا الشيء فالصو. Il fondo di garanzia per le vittime della strada, صندوق الضمان, prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati. فإذا يقوم بالتعويض dei danni al-adrar arrecati alle persone, الحادثة على أشخاص, da veicoli non identificati, من عربات لم يتم تحديد هويتها. هذا الشيء vero. تمام، ننتقل للمجموعة اللي بعدها. هون عنا بوليتسي أسيكوراتيفي فاكولتاتيفي. فإذا هدول وثائق التأمين الاختيارية. نحن قلنا إنه الاختياري هي مثلا تأمين ضد حريق السيارة، ضد سرقة السيارة والأمور هاي. Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di incendio, حتى نستطيع أن نحصل على وثيقة تأمين ضد خطر الحريق، occorre che il veicolo sia munito di apposito meccanismo stacca batteria automatico. فإذا occorre che il veicolo, يجب على أن يكون بهذه العربة munito, مزودة, di apposito meccanismo stacca batteria, يعني يكون مزود بخاصية قطع البطارية أو إيقاف البطارية بشكل أوتوماتيكي. هذا الشيء فالصو. نحن في حال عملنا تأمين ضد الحريق ما لنا مجبرين يكون عنا بالسيارة أي شيء خاص لحتى نحن نعمل هاي الوثيقة، لا يكون عنا جهاز إنذار أو إنذار ضد حريق أو أي شيء. فإذا هذا الشيء فالصو.
Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, حتى نحسن نعمل وثيقة تأمين ضد خطر السرقة, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto. لازم يكون العربية مزودة بنظام ضد السرقة. هذا الشيء كمان فالسو. La polizza assicurativa contro il rischio di furto, وثيقة التأمين ضد خطر السرقة أو incendio أو حريق, garantisce, تضمن, una rendita vitalizia al proprietario del veicolo nel caso in cui venga rubato o prenda fuoco, في حال إنه انسرق أو اشتعلت النار فيه. فالسو. Nel caso in cui il veicolo venga rubato, في حال هذه العربة تم سرقتها, in uno stato estero, في بلد أجنبي, per potere, حتى نستطيع attivare l'assicurazione, تفعيل هذه وثيقة التأمين, bisogna ripetere la denuncia nello stato italiano. يجب أن نعيد الشكوى, نعمل شكوى أخرى, في ستاتو إيطاليانو, في الدولة الإيطالية. هذا الشيء فيرو. حتى نحصل على التأمين لازم نجيب الدينونشا اللي عملناها في البلد, مثلا الإسترو في الخارج, في ألمانيا, في أي دولة, في حال حصل شيء, ونعيد الدينونشا. بموجب الدينونشا هذيك نعمل واحدة ثانية بإيطاليا لنقدر نفعل وثيقة التأمين. Le polizze assicurative contro il rischio di incendio, وثيقة التأمين ضد مخاطر الحريق del veicolo, coprono, بتغطي, normalmente solo i danni causati da incidenti dolosi, intenzionali, e non quelli provocati da incendi accidentali, causali. فإذا, بتغطي normalmente بشكل طبيعي فقط الأضرار, danni causati da incendi dolosi. يعني شنو الانشندي دولوزي؟ هن الحرائق المفتعلة. إذا هي بتعوضك عن الحرائق المفتعلة. إنهم كويلي بروفوكاتي دا انشندي اتشيدنتالي, إذا ما بتعوضك عن الحرائق اللي حصلت بشكل مفاجئ أو بشكل حادثي. فإذا بتعوضك عن الشيء المفتعل مو على الشيء الطبيعي. هذا الشيء فالسو. هي أصلا بتعوض عن انشندي اتشيدنتالي, اللي هنين الحرائق التي حاصلة بغير رغبتنا. Le polizze assicurative stipulate di solito per coprire, يعني وثائق التأمين التي بالأساس تغطي i danni da furto, أضرار السرقة, incendio, atti vandalici, يعني الحرائق, أعمال التخريبية, eventi naturali, أحداث طبيعية, danni al proprio veicolo, يعني أضرار على سيارتك, بوليتسا كاسكو اسمه, non sono obbligatorie, vero, هنن مالون إجباريين, non sono obbligatorie. Nella polizza assicurativa contro il rischio di furto, في وثيقة التأمين ضد خطر السرقة أو incendio أو الحريق, il risarcimento dovuto non può essere superiore al valore che il veicolo aveva al momento in cui è stato rubato o ha preso fuoco. فإذا il risarcimento التعويض dovuto الذي يجب أن تحصل عليه non può essere superiore, ليس من الممكن أن يكون أعلى الفالوري من سعر أو من قيمة كالفيكولو أفيفا اللي كانت عليه العربة المومنتو إن كوي استاتو روباتو أو أبريزو فوكو, في اللحظة التي تم فيها سرقته أو اشتعلت فيه النار. فإذا السيارة تعويض الذي يأتي على هذه العربة, هذه السيارة الموتوتشيكلو اللي بدك إياه, ما ممكن
يتم التعويض عن أكثر من المبلغ الذي عليه القيمة في اللحظة التي تم فيها السرقة أو الحريق. أنا إذا شاري سيارة ب10,000، باللحظة اللي انسرقت فيها السيارة أو حصل لها حريق كانت قيمتها السوقية مثلا 5,000 6,000، فهن بعوضونا على هذا المبلغ مو على المبلغ اللي أنا اشتريت فيه السيارة. فإذا غيره فرجي تمام. وهيك بنكون خلصنا من موضوع التأمين والمسؤوليات، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجنائية، المسؤولية الإدارية، responsabilità civile penale e amministrativa، وكمان حكينا عن بوليصة التأمين l'assicurazione RCA التي تغطي المسؤولية المدنية. بنهاية هذا الدرس حابب أذكركم بصفحتنا على فيسبوك Patente B in Arabo a Milano، وبمشاركة هذا الفيديو والاشتراك بالقناة. بالنسبة للدروس القادمة سنعود إلى بداية الكتاب حتى نكمل مع بعض ما تبقى من سينيالي دي ديفيتو، إشارات المنع، ونبدأ بإشارات الإجبار اللي هنن سينيالي دي أوبليغو. بتمنى لكم يوم سعيد، وبنشوف بعض إن شاء الله بالدرس القادم. إلى اللقاء.